من اكتر المشاهد اللي انت كانت معلقه مع الناس بعد ما خرجوا من الفيلم مشهد الخناقه بتاعتك وولاد عمك داخلين عليك، فاكرين كواليس؟ فاكر كواليس المشهد؟ اه طبعا فاكر جدا الكواليس، لان احنا كنا بنضحك بجد، يعني قعدنا شويه واحنا بنتكلم بنضحك وبعدين نقف ونحاول نبقى طبيعيين جدا وبعدين نتكلم، فلا كانت كواليسه حلوه جدا، والواحد كان بيمثل كده وهو مبسوط وهو سايب ايده كده، كل اللي حواليه مطمنه، فالموضوع كان حلو قوي، فطالع طبيعي قوي يعني مش متحضر له حتى. شرف كبير ان اشارك ولو بجزء صغير في الفيلم، يعني الحمد لله حاجه كانت مفرحاني، وشرف ليا اني ابقى مع نجم كبير زي النجم كريم عبد العزيز واخويا وحبيبي كريم محمود عبد العزيز وبقيه الاساتذه الممثلين والمخرج العظيم استاذ بيتر ميمي الدكتور حبيب قلبي والمنتج احمد بدوي طبعا. فالحمد لله يعني الناس حطوا ثقتهم فيا في جزء كده، والحمد لله يعني رد الفعل كان كويس، فده شرف ليا، انا مبسوط جدا برد الفعل اللي هو لحد دلوقتي بالمناسبه، فدي الحمد لله حاجه كويسه.